بداية أشرف الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم على التنصيب الرسمي للواء جمال قحال مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي خلفا للواء نور الدين مقري. هذا وجاء في كلمة سيد الفريق أنه يجب أن العمل تحت سلطة اللواء جمال قحال وتنفيذ أوامره وتعليماته بما يمليه صالح الخدمة وتجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا أيضا لقيم ثورتنا المجيدة. كما أسدى سيد الفريق جملة من التعليمات والتوجيهات تعلق أساسا بضرورة التحلي بأقصى درجات المهنية والاحترافية في أداء المهام الموكلة وكذا مضاعفة الجهود المخلصة والمتفانية من أجل رفع التحديات الأمنية التي أفرزتها التحولات المتسارعة على المستويين الإقليمي وكذا الدولي. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ووفقا للمرسوم الرئاسي أنصب رسميا اللواء جمال قحال مديرا عام للوثائق والأمن الخارجي خلفا للواء نور الدين مقري، وعليه أمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة.